شوبينج صار اهيا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. لكن يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم منصحهم بالبت جرومينج جلوف. هالكف بنظف الحيوان الأليف وبيعمله مساج، بمشط له وبره وبشل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماش تيشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو على التخت. بت جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير، وفيكن تحصلوا على الواحد ب 18 دولار والاثنين ب 28 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. تنشير الغسيل مشكله، اغلب الاوقات ما منغسل لانه ما في محل تنشر، واوقات منضطر نحط منشرين وثلاثه على البلكون وبياخذوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكله لانه منشر بثلاث طوابق 3 layers راك، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من اشياء كبيره او صغيره. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحه كتير صغيره، صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كميه التياب يلي بدنا اياها بلا ما نعطل اي هم. هالمنشر 3 طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. ما الكن الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. لكن يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيكن تستعملوا هالكرسي المزوده بتويستر للخواصر كمان. بكل سهوله بنعمل عليها 10 دقائق كل يوم من دون اي تعب، لانه نحن ما قلنا الا نشد بدهنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لانها مزوده بروسرات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. ما ننسى انه فينا نستفيد من التويستر للخواصر كمان. هالايرون شير تويستر فيكن تحصلوا عليها ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين ننظفه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الازاز قد ما يكون كبير بثواني قليله من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحه ميكروفيبر كفيله بازاله كل الاوساخ الموجوده بتمسيحها بطريقه سهله وفعاله. تشيلو برو الاصليه في منها للازاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والاهم انه مكفوله لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بعتتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا على السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوشر، بسعر 26 دولار بس رويال بوشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتهم سويبرو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد، بتسحب كل شي من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينة على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان انه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهوله، واذا بدنا مرقه تحت التخت او الخزاين او حيالا شي تاني شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. واكيد هذا الشيء بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجه، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم اذا ولدكم وقعوا بسكوي او كورن فليكس او حيالا شي تاني.
كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سوي برو بلاس هي ماشين ما مندبها لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلاس في ثلاث هدايا: هالفرشية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهالجارورين التلج يلي بيجوا بشكل مستطيل، فهيك بصير فينا نحط التلج بالقنينة أو بتنكة السودا. سوي برو بلاس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان ب $46 بس من دون أي كلفة إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين، وفيكن تحصلوا عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.